كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقي سلطان بروناي دار السلام الشقيقة. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين والوفد المرافق له لدى مقدرته البلاد من قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم، وذلك بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين التقى خلالها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأصحاب المعالي والسعادة ووزير الديوان الملكي ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير الإعلام ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين وسمو محافظ المحافظة الجنوبية.